بلد مصر ان هي تشوه صورة الموقف السعودي او تزايد عليه. خلاف مشهد ما بين ان مصر ترى ان ضروري وقف دعم كافة منظمات الارهاب التي تعمل في داخل سوريا، وان دعم هذه المنظمات بالسلاح يؤثر على الامن العربي، لان مهما تكن حليف للارهاب الارهاب سوف يخضع بك. الارهاب خائن والارهاب واحد، ولا يمكن ان الارهاب يعني يغير وجهه من مكان الى مكان.